قد تصاب طيور البط ببعض الأمراض الخطيرة التي تؤثر على صحتها وحياتها، مما يؤدي إلى تدهور حالة الطيور ومن ثم وفاتها. في هذه الحلقة سنتطرق إلى واحدة من بين أخطر الأمراض التي تصيب طيور البط، إنه السعر. السعار أو الافتراس ظاهرة مسيئة جدا تحدث للطيور في مختلف الأعمار، حيث ينقر البط بعضه البعض ويظهر ذلك من خلال نهش أصابع أرجل الكتاكيت الأخرى أو جذب الريش أو النهش في منطقة الجناح والمؤخرة. يبدأ النقر في فتحة المجمع ومع تقدم الحالة وازدياد النهش، تنكشف الأمعاء وتسحبها الطيور إلى الخارج، مما يؤدي إلى موت الطائر. أوضحت التجارب بمعهد بحوث صحة الطيور وجود 5 مظاهر لهذا المرض، والتي تعتبر من أهم أشكال مرض الافتراس أو السعار. نقر أصابع الأرجل والأجنحة، نقر فتحة الشرج، نقر الظهر، نقر البيض وامتصاص محتواه، ونزع الريش في البط الصغير. تدار عادة ظاهرة نزع الريش أحيانا عند نمو البط، خصوصا عند ظهور أول ريش في الجناح عند عمر الشهر. الافتراس ليس مرض أو ناتج عن مرض، وإنما هو داء يكتسبه الطائر خلال فترة التربية. فإذا انتشرت العادة في القطيع يجب أن يساق البط إلى حيث يوجد علف أخضر، مع استخدام علقة لا تقل نسبة البروتين فيها عن 18% حتى اختفاء الحالة. غالبا ما تظهر هذه الحالة عند بقاء الطيور في المساكن لوقت طويل بدون غذاء أو ماء. وعن أهم أسباب هذا المرض، يقول الباحثون أنها تشمل مشاكل تتعلق بالرعاية كالزحام أو صغر مساحة العنبر، وخلط كتاكيت مع أعمار مختلفة، وزيادة قوة الإضاءة، ودخول أشعة الشمس إلى داخل الحظيرة. من الأسباب الأخرى كذلك بقاء الطيور دون علف أو ماء مدة طويلة، وعدم توزيع المعالف والمساقي بشكل جيد، إضافة إلى سوء التهوية. هناك مشاكل في التغذية كنقص البروتين وانخفاض نسبة الألياف في العلقة، وكذا نقص ملح الطعام أو زيادة نسبة الذرة. أما عن كيفية مواجهة هذه الظاهرة
فقد أشار مجموعة من الباحثين إلى وجوب عزل الطيور المصابة والمجروحة. ورش الجروح بمضاد حيوي موضعي وإعطاء الفيتامينات في الشرب. في حالة ارتفاع درجة الحرارة يجب إعطاء ملح كلوريد البوتاسيوم بنسبة 0.5 غرام في كل لتر ماء. إذا كان مرض الافتراس غالبا في الأيام العادية ينصح بإعطاء ملح الطعام في الشرب يوم واحد أو يومان في الأسبوع. بنسبة 0.25 أو 0.5 غرام لكل لتر ماء. بالإضافة إلى تقليل فترة الإضاءة مع زيادات التهوية. بالإضافة إلى هذا يجب تصحيح العلف وضبط نسبة البروتين وإعطاء الجرعة اللازمة للإنتاج مع زيادة المساحة الكافية للتربية. الجمعة الصبح ما كيخدموش، غدا على غير يديروا لي ولا كذا في الصباح.